أصبح بإمكانك تسديد ضرائبك المستحقة لدى وزارة المالية عبر موقع فرانسا بانك الإلكتروني. للقيام بعملية الدفع، اتبع التعليمات التالية: زور الموقع الإلكتروني لوزارة المالية واضغط على خدمة النظام الضريبي الإلكتروني أو الإيتاكسيشن، وسجل دخولك للاستحصال على الإشعار بالدفع رقم المستند. زور موقع فرانسا بانك الإلكتروني واضغط على أونلاين بانكينج. أدخل اسم المستخدم ورمز الدخول. اضغط على Government Payments و New Payment. اختر نوع الحساب بالليرة اللبنانية اللي تود استخدامه لدفع الضرائب. اختر الجهة الحكومية وزارة المالية MOF. اختر نوع الضريبة: ضريبة الأملاك المبنية، ضريبة الدخل، ضرائب غير مباشرة، رسوم ونفقات وتأمينات قضائية، أمر قبض استيفاء رسم فراغ عقد بيع عقار 2%، أمر قبض صندوق الخزينة، ضريبة على القيمة المضافة. أدخل رقم المستند. أدخل قيمة الضريبة. اضغط على Proceed وانتظر حتى تتم الموافقة للدفع من وزارة المالية. بعد الموافقة اضغط على Agree and Pay للدفع وانتظر الرد من وزارة المالية. تمت عملية الدفع بنجاح. يتم إرسال رسالة نصية وبريد إلكتروني لتأكيد عملية الدفع. في حال تعذرت عملية الدفع، يتم إبلاغك عبر رسالة بأسفل الشاشة. بإمكانك المحاولة من جديد أو الاتصال بمركز خدمة الزبائن في فرانسا بانك 1552. كما بإمكانك تتبع حالة دفع الضرائب عبر الضغط على Track Payment واختيار نوع الضريبة اللي تود الاستعلام عنه.